أخيرا أستاذ علي، المستقبل لنا لنبنيه كما تفضلت في إحصائية كلمة المستقبل صحيح، لكن في إطار إنساني، ما أهمية أن يتم الدعوة لهذا الاتجاه، وما هو أهمية المستقبل؟ أين هو موقع المستقبل الأردني في هذا الاتجاه يعني كما أنا ترى؟ يعني الحمد لله أنا مطمئن أنه مستقبلنا، يعني جلالة الملك أشار له في أكثر من موقع، وأنا كمان يعني ما يثير الإعجاب والفخر أيضا أنه حتى في تلمس جلالة الملك لكثير من القضايا التي تمر في المنطقة، كان هناك عودة مرة أخرى أو مرة للمستقبل الأردني، مرة للبيت الأردني وللأردنيين وتحملهم. يعني كان يعني أنا أعتقد أنه خطاب فعلا شامل ومترابط بشكل عظيم جدا، لأنه ربط كل المواضيع حتى مستقبل الأمن العالمي والإقليمي على ربطه على موضوع إطفاء الحرائق، وقال أنه هاي مسؤولية دولية ويجب أن نتشارك فيها جميعا، لأنه الأمن في منطقة الشرق الأوسط هو جزء أساس من الأمن في العالم بشكل عام. واللي عجبني أنه رؤى جلالة الملك واضحة بالنسبة للمستقبل الأردني، يعني هو أعطى تفصيلات كثيرة عما نحن فيه حتى يعطي المستمع في الأمم المتحدة، وهم يعني كل دول العالم بتشكل الحضور، وكان يعطيهم المثال والنموذج الأردني. شكرا لك الأستاذ علي العايد معالي الوزير الأسبق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية الرأي، شكرا لك.